قبل قليل أكدت إصابتك بفيروس كورونا نقلا عن مصادر خاصة، كيف تعلقين على هذه الأخبار؟ أولا أتمنى الشفاء إن شاء الله للجميع المصابين والشفاء العاجل لزملائي سواء كانوا الأطباء أو زملائي في اللجنة. الإصابة بفيروس كورونا مش عيب، مرض كورونا هذا مرض ويعالج وإن شاء الله ربي يشفي الجميع، والحمد لله أنا لم أصاب، يعني الحمد لله زدت متماسكة.